السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خلصنا تشابتر يوفيتيس، اتمنى ان يكون هو فعلا ميد ايزي. اليوفيتيس بالذات عشان عارفة ان هو عقدة الجورني اوف سالموجست، وهو فعلا عقدة بتنسي بسرعة، وممكن لما نيجي نطبق احنا ذاكرنا كويس، بس لما نيجي نعمل ابلكيشن بقى في الكلينيكال كيسز وان يور كلينيك تلاقي نفسك هيزيتيتنج، مش عارف تاخد ديسيشنز، المعلومات فاتت منك، طب انت تفتكر ايه ولا ايه. فيمكن ده من اشهر التشابترز اللي فعلا رخمه شويه في ان احنا الواحد يريكوجنايز الحاله اللي قدامه. فانا حبيت اجيب حالات مش كومن، يعني في حالات كومن اتس اوكي، دي ممكن زي الاكيوت انتيريور فيتيس، زي ما قلنا تبقى يعني لو هي بس ان هي ديت الفيرست اتاك قلنا هنفكر انها ايديوباثيك، لو سكند اتاك او ريكورنت هنبتدي نفكر ايديوباثيك فيرسس اتش ال اي 27 اسوشيتد اللي هي انكلوزنج سبونتريتس وما شابهها، وهكذا. طبعا عندي ديفرنشال دايجنوزس تاني في الاكوت انتيريور فيتيس على راسه، على راسه طبعا دونت مس الباشات ديزيز، لان هو بيجي نون جرانيولوميتس، وميبي طبعا فيو خساتير كروميك لو هو يونيلاترال، برضو بتسال نفسك يونيلاترال ولا بايلاترال، وهكذا. طيب هديكم بقى شويه حالات النهارده غريبه شويه وبتيجي في العيادات، هي مش يعني هي فعلا انا جايباها من ناس عارضه حالات، وفي حالات انا مصوراها بنفسي. الحاله الاولى دي حاله فعلا ده لسه جاي لي قريب، هو شاب الميدل ايج بيشتكي بالظبط ان هو about 3 months red eye without any improvement، وان هو جرب دروبس كتير مع نفسه كده تقريبا يعني ومفيش اي حاجه، ولما خدت منه الهيستوري الانص طبعا insidious الكورس progressive، احنا duration بقالنا about 3 months، فبنتكلم دلوقتي في chronic. طب تعالى ناخد بقى ال previous ocular history، هل كان في attack قبل كده؟ مفيش، بس مش فارق معايا لان هي حاله chronic خلاص، فلا it must be ان عندي cause، يعني مفيش chronic anterior uveitis without cause او idiopathic. الحاجه الثانيه هنبتدي اخد منه systemic history بقى اللي هو related للmy differential diagnosis، يعني انا سالت عن السيفلس symptomatology، سالت يعني الباشات طبعا مش هسال عنه ان هو مش هيجي جرانيولوميتس كده، لكن سالت بقى طبعا عن التوكسوبلازما ان كان كاتس بروسيلوزيس، هو مش لايم لان احنا في ايجيبت فيعني غالبا استبعدت اللايم. سالت عن الاتاكس لو كان في بريفيوس اتاكس اوف ام اس، انا قلت لكم في اول قلت لكم اخر مره تقريبا في الانترميديت يوفيتيس ان احنا من اشهر الحاجات لو بنتكلم عن نون نيورولوجيكال اوف ثالميك بريزنتيشن للام اس، وحتى ممكن يبريزنت بيفور دي مايلينيشن افكت بتاع الام اس، ايزر اوبتيك نيورايتس او عندي اي برين ليجن، ون اتكلمنا على ان احنا ممكن نجيب انترميديت يوفيتيس او بارسيبلانيتس، واتكلمنا في ان انا عندي اللي هو بريفر superficial periflepitis، وقلنا ممكن نعمل anterior uveitis اسمها granulomatous، بس كانسكي كاتبها على استحياء، وهي فعلا على استحياء لانه هو برضو rare finding. يعني بالمناسبه انا كنت نسيت اقول لكم معلومه ليه الام اس، وده سؤال كان اصلا بساله نفسي دايما لما كان حد يقول لي الام اس، قولي وانا لسه junior resident كده كان يقول لي قولي الophthalmic finding of ام اس، فطبعا دماغي بتروح للoptic neuritis بقى، وبنروح طبعا لممكن يكون عندي اي حاجه تضرب اوكلر اوكلوموتر كرانيال نيرفس، فيبقى عندي باراليتيك ليجن او الاي ان او اللي هي مشهوره بيها العنب ان شاء الله في النيورو اوفثالمولوجي. دماغي كانت بتروح للحالات دي، ما كنتش بتكلم عن اليوفيتس. لما عندما حد مره بيقول يوفيتس ايه اند سو وقف كده تنحت، يعني ايه وات از ذا لينك بتوين دي مايلينيشن اند يوفيتس؟ احنا مش بنتكلم مثلا في سمباثيك اوف سالمايتس، يعني سمباثيك اوف سالمايتس معاها منينجايتس، المينينجيز تيشو اصلا معروف ان هما فيهم ميلانين كونتنت، ومثلا فوق ده كوانجي هارودا او سمباثيك اوف سالمايتس في ميلانين كونتنت. انا هنا بتكلم عن يوفيتس فيها ميلانين كونتنت، لكن بتكلم على دي مايلينيشن لنيرف فايبر ليز، مش بتكلم على منينجيال تيشو، بتكلم على برين تيشو، على نيرفس سيستم، على سي ان اس بجد. فايه وات از ذا لينكد هما دورت يعني انا شويه ما لقيتش لينكج، يعني ما فيش ثيوري بتشرح الموضوع، الا هي ثيوري واحده بس بتقول ايه ان دي مايلينيشنز، عمليه الدي مايلينيشن في الام اس حتى لو لسه مش كلينيكال ايفيدنت، يعني لو لسه في مرحله السب كلينيكال بيبقى في دي مايلينيشن في البرين اتس اوكي، بيطلع منها برودكت هي عباره عن
الجلايكوبروتينز اللي بتطلع من البرودكت بتاعتي دي ماينيشن دي. طيب البرودكت دي مالها بقى؟ اتقال ان الميالين جلايكوبروتينز اللي بيطلع من الدي ماينيشن او ميالين بيزك بروتين عموما، هو لما لقوا حقنوه في انيمال مودلز، يعني هم عملوا تجربه لقوا بروموت ان هو بيعمل اوتو اميون يوفيتس، فقالوا ربما اليوفيتس اللي عندنا في العين دي ايا كان الكوز بتاعي اليوفيتس او البرزنتيشن دوت ده اوتو اميون يوفيتس نتيجه البروتينز اللي بيطلع من عمليه الدي ماينيشن. وفي ثيري بتقول الثانيه ان بتقول ان النيرفس سيستم كده كده هو الاكلر تيشو ذا سيم امبريونيك سيلز. ما احنا عارفين ان الاي اصلا جايه من البرين، ذا سيم امبريونيك سيلز الامبريون الاوبتيك كاب طبعا والنيورال كريست كل دوت الاي تقريبا هي برين ستراكشرز ما عدا شويه حاجات كده واخده من حتى الميزوديرم بتاعنا جاي من النيورال كريست سيلز، يعني الميزوديرم اللي في الاي جاي من النيورال كريست سيلز فهو سي ان اس اوريجين، ما عدا بس شويه حاجات سيرفيس اكتوديرم زي انتوا عارفينها بقى الليد والسيرفيس بتاع او الابيثيليوم بتاع الكورنيا وعندك الكريستالاين لينس. ويقال ان ان التمبرال سكليرا واخده من الميزوديرم اللي هو اللايك المسلز زي الاكسترا اوكلر مسلز، اوكي مش من يعني دوت الامبريولوجي، بس ده برضو ما يشرحش. هو اللي يشرح فعلا ان هي ممكن يكون البروتين دوت يعتبر فورين بادي انتيجين زي عمليه مثلا ما يحصل مايكرو بيرفوريشن للكريستالين لينز. احنا ليه رايحين بعيد؟ ما انا لما بنقول فيكو انافلاكتيك، فيكو انافلاكتيك نقصد بيها جرانيوميتس ان يوفيتس صح، نتيجه ان في لينز بروتينز اللي هو مش الاميون سيستم بتاعنا مش متعرف عليه لما حصل اي مايكرو بيرفوريشن او تروما او انا ست بوست اوبريتيف كورتكس كتير ما دونت وشت خلاص، فده هيفوك برضو الاميون سيستم وهيعمل جرانيوميتس يوفيتس. فبالتالي يقول ان برضو البروتين اللي طالع من عمليه الدي ماينيشن بروسيس هو نفسه هيعمل اوتو اميون يوفيتس. اوكي خلاص، فهي دي حالة زي دي بقى لما بتشوفها بتفكر يونيلاترال او بايلاترال. انا بس عايزه اقول لك معلومه ان فكره البايلاترال ميريتينيس مش لازم تبقى بالظبط زي التيبيكال برزنتيشن، هو تقريبا البايلاترال ميريتينيس اتقالت في جمله واحده بس اتقالت مع الجي اي اي بي اللي هم الاطفال الكرونيك انتيريور يوفيتس خلاص، وحتى اتقال فيها اسيميتريكال. لكن لما تلاقي عين يونيلاترال زي الشاب اللي انا فكرت فيه مش معنى كده انك اكسكلود السيستميك انفكشن، بالعكس ده السيستميك من باب ادعى اصلا انها تبقى انفكشوال ديزيز، ودونت برضو اكسكلود السيستميك اوتو اميون ديزيز زي السيركيدوزيس ده من باب ادعى عادي ممكن يكون دي الاي دي افكتد فيرست برزنتيشن جايه لك ولسه الاي الثانيه يعني في طريقها بتافكت. طبعا عيان زي ده بعد ما بتاخد مني الهيستوري اللي هو اللي ريليتد للديفرنشال دايجنوزيس اللي انت حاطه في دماغك، لكن لازم تاكزامن من اي تو زد ابتو لو انت في امكانك تعمل جونيو اعمل، بس هي مش هتفرق كتير قوي هنا. ممكن تفرق في حالات بقى لو انت بقى ايه هيزيتيتنج فيها مثلا زي حاله زي في يخص كتير كرونيك انتوسايكلايتس عندك مثلا ايه اول اوفر اندوثيليال كي بيز، فانت مش عارف دي ترو كي بيز ولا اندوثيليال داستنج اللي هي المرحله اللي قبل الكي بيز خلاص ولسه العين ستيل وايت. لكن انا كان العين عندي انفلامد وريد اي فعلا ومعايا الماتون فيت كي بيز، في بعض منها طبعا لسه ريسنت اللي هو بيبقى جريزي لايك كده شبه المادة المدهنينة يعني او old اللي هو البيجمنتد، لان طبعا ده بقى لثلاث شهور ففي بعضهم بيجمنتد وبعضهم نون بيجمنتد بكل بقى الساينز اللي هو برضو عندي ابتدى يكون بتيورس اينيكيا وهكذا. طبعا خلاصة بتفحص من اي تو زد عشان تطمن ان مفيش انترميديت يوفيتس مفيش ورا بوستيريو يوفيتس، لازم تشوف الفيجن لان الفيجن قلنا هيديتيريوريت في حاله زي دي اما هو من السيفيريتي ولو مش سيفير، وغالبا بتوع الجرانيتس انتيريو يوفيتس بس سيفير بيبقوا اكتر ماشيين تشوف السيستويد ماكولار اديما ورا طبعا او ولو قادر والصحي طبعا الصحي يعني، بس مش كلنا بيبقى عندنا الاكسس ان احنا نعمل سكلير اندنتيشن، بس يحاول تفحص البريفري از يو ماتش از يو بوسيبل يعني بالاندايركت بلاش العدسه 90 لو انت متعود عليها. بخد بالك من الايريس كده وبرده الانتيو تشامبر، لان مثلا انا عياني دوت بس الصوره مش واضحه انا شفت فيه بس ساقه نديولز سيتلد كده في الانفيريور انتيو تشامبر
آه خلاص، انا طبعا دماغي رايحه يعني لحاجتين، ان هو يا اما تي بي فيرسس اساكويد خلاص، لكن لازم ان انا احط الديفرنشال دايجنوزس في كل الاعتبارات. الاعتبارات بتاعتي ايه؟ انا طلبت منه ايه التحاليل الاوليه؟ طلبت ان انا هعمل سي رياكتيف بروتين، وعشان طبعا لو كان عالي قوي هشك برضو في حالات اللي هي الاوتو اميون اكتر والكانسرز، مش عشان اقول في اكيوت انفلاميشن، لا ما انا كلينيكال اللي شايفه الانفلاميشن. وطلبت طبعا سي بي سي وذ ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت، عشان برضو هتحط لي مثلا لو لقيت فيه مثلا بريفر ايزينوفيليا، ده هيقول لي لا ان انتي في بارازيتيك انفكشن مش بكتيريا الفلوكوسايتوزس. طبعا هو مش شرط الدنيا تمشي تيبيكال كده، لان احنا قلنا برضو معلومه تانية نسيت يعني انا او انا قلتها برضو في الشرح، ان الاوكلر فايندنج دي بتبقى لوكالايزد فايندنج، فمش شرط انها تبروفوك بريفرال تشينجز ان يور بلاد. فاهم قصدي؟ دي المعلومه اللي لازم تبقى عارف، يعني مش شرط الاقي السي بي سي فيها تشينجز، مش شرط الاقي برضو السيريولوجي بتاعي فيه تشينجز، وممكن الاقي طبعا لو لقيت مع كلينيكال فايندنج خلاص ده فور شور ده ماي دايجنوزس از كذا حسب الحال. وطلبت له طبعا السيفلس اللي هو الرابت تيست اللي هي النون سبيسيفيك، لان انا عارفه ان السبيسيفيك مش هتبقى اكتر من كده، مع ان هو انكر سيمتوماتولوجي السيفلس، بس طبعا لازم يتعمل اللي هو احنا قلنا عليه الرابت بلازما اللي هو ار بي ار خلاص ري ايجنت، والفي دي ار ال اللي هو فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري تيست، اللي هم يعتبروا انتيجين للكارديو لايبين. طيب طلبت ايه تاني يا دكتوره؟ طلبنا التوكسوبلازما طبعا، تتر الاي جي جي، الاي جي ام مش هعتمد عليها، واعتمد على الرايزنج. حتى لو ما جالي لو جالي يعني اول مره مش شاكه فيها هطلب اكتر. طلبت تشاست اكس راي مبدئيا علشان الساركويد او فيرسس التي بي، وطلبت بي سي جي تيست، وطلبت طبعا لايسوزايم وكالسيوم سوري لايسوزايم وكربونيك اي سي انهبيتور انجيوتنسين كونفرتنج انزايم سوري في ان سيرم. وطبعا برضو من الحاجات اللي طلبتها، طلبت برضو الفيرال الهربس دوستر مشهور جدا بالجرانيوميتس، مع ان انا مش شايفه ساينز الهربس دوستر، بس واي نوت، لان هو اي ثينك ان البادل ايدج بوي ده كان اصلا هو هيفي سموكر ودرايفر، واي ثينك ان هو كان ادكت لكن هو قاليش، فممكن يكون امينو كومبرومايز، انا معرفش الادكشن اللي بياخده ايه، لو اي في ابيوزر او اور نوت. فطبعا الهربس دوستر ميبي ان في الايدج صحيح، هو مش اولد ايدج، يعني هو المفروض افكر في الاولد ايدج في الهربس دوستر اكتر، لكن انا فكرت. طلبت طبعا انا ما طلبتش بي سي ار لانه بيبقى شويه اكسبنسيف، فانا بشوف الاكسس الافيلابل ليا، طلبت له الانتي بوديز بتاعته. الصح اللي بعد كده ان هو كان المفروض اعمل او سي تي ما فيه، بس انا الفيجن ما كانش ديتيريوريتد قوي علشان اشوف الكومبليكيشن في الماكلا، وان انا كان المفروض اخد اكوس تايب على الاقل، مش مهم الفيتريس لان انا ما عنديش فيتريس سيلز وما عنديش اي حاجه، الفيتريس كان ميديا كانت فيري كلير. والاكوس تايب دي المفروض اعمل لها بي سي ار للتوكسوبلازما وللتي بي والفايرال، وطبعا مش ما فيش بي سي ار للساركويد، بتعمل الانفكشوس يعني. بس لكن مخليني رايحه ناحيه الساركويد اكتر، ان الاي او بي بتاعي ما كانش عالي، فغالبا دي لا توكسوبلازما ولا تي بي ولا ولا فايرال، ان ما كانش عندي سيكتوريال ايريس اتروفي اللي بيجي مع الهيربس زوستر اكتر برضو. لكن طبعا ممكن تبقى حاجات في اتيبيكال برزنتيشن، فكل ده انا طلبته. بدات العلاج، بدات لان انا ما فيش عندي مشكله، ده هو انتيريو فيتس، لو اديت توبيكال استرويد حتى كل ساعتين انا ما عنديش مشكله، اديته عادي الاوبتي بريت اللي هو بينزلون اسيتيت 1% every 2 hours، واديته سايكلوبنتوليت لان هو كان بدا يعمل ساينيكيا، فاديته 3 مرات في اليوم يعني every 8 hours لحد ما الانفستيجيشن بتاعتي تطلع. طبعا لو طلع ان في سواء بقى انفكشوس او نون انفكشوس ايفن يعني ايا كان السبب بتاعها، فدي ادي اول حاله انا فكرت، بقول لكم فكرت فيها ازاي. طبعا هعمل له فولو اب برده، كل مره هيجي لي لازم انشر فيجن، لانه الفيجن لو ديتيريوريت وما عنديش اكتيفيتي ديتيريوريشنز يعني طبعا. هنا برده بالمناسبه العين ده على قد ما كان كي كي بيز وباستاكا نيديولز، السيلز بتاعته كانت قليله جدا، كان مينلي فلير، وانا قلت لكم الفلير بعتمد عليه في الاكتيفيتي في الكرونيك مش في الاكيوت، اوكي. فانا طبعا هتتر العين دوت بالباستاكا نيديولز، لان انا عارفه انها كولكشن انفلاماتوري سيلز،
وهتترقيت بالفلاير وطبعا بالفيجوال اكتيفيتي بتاعي، لان الفيجوال بيقول لي برضو انا امبروف اور نوت امبروف، او حصل حتى لو هو ديتيريوريت هشك على طول ان في باكولار اديما عندي. دي اول حاله انا بعرضها لكم النهارده. شوف تاني حاله مع بعض كده. اوكي الحاله دي سوري طيب الحالة دي اتعرضت في جروب على الفيسبوك، انا جايباها علشان الرد اللي كان من واحد من اميزن بروفيسورز، هم ايجيبشن بروفيسورز ان يو اس اي، هوريكم ازاي بيفكر، ودي طريقه اليو اس اي في التفكير، او يعني طريقه الفريس وولد برضو مفيش فرق بيننا، وزي ما احنا شرحنا يعني. الحاله فعلا دي حاله من حد من الزملاء مصورها ومنزلها وكان عايز الكومنتري عليها. انتوا شايفين ايه؟ اولا انا اقدر اقول ان دي كلر ديفولتو بتاعت رايت اي، بغض النظر بقى عن الهيستوري، انا معرفش يعني الهيستوري بتاع الحاله طبعا يعني، بس خلينا نتكلم على ان هي دي رايت ان دي كلر ديفولتو اوف رايت اي. الهيزنس اللي انت شايفه في البلاد فيزلز والاوبتيك ديسك دوت والبريفرال بتاع الريتنا يقول لك ان في ميديا اوباستي. طب الميديا اوباستي دي جايه منين؟ غالبا ده من فيترايتس، يبقى العين ده غالبا عنده فيترايتس بقى. فكر كده معايا، ممكن مين يجيب فيتريتس وزيس بوستير؟ لو جينا بصينا على الاوباستي اللي واخده البوستير بول دي كلها خلاص، اللي هي الاكتف اوباستي او الاكتف انفلاميشن، لونها وايتش اوكي، وتقريبا اوبسكيورنج، هي مش عامله اوبسكيوريشنز للميجر بلاد فيسس، لكن عامله شويه اوبسكيوريشنز للماينور برانشز الماكولر، او اعتقد ده برانش من السيليوريتينال، العين ده عن سيليوريتينال عامله له اوبسكيوريشنز اوكي. فمعنى كده ان هي ابيريتينال اند انترا ريتينال، هي مش كورويدال، مغطيه بقى الكورويدال ديتيلز اللي ورايا، انا مش شايف اي حاجه. ومعايا طبعا مالتيبل هيموريدج كده، واضح ان بلوت هيموريدج وفي دوتانت سبوتس هيموريدج، ويمكن هنا في حته يعني انا مش عارفه دي ريتينايتس مع بلاد هيموريدج ولا دوت اللي بنقول عليها روز سبوتس يعني نتيجه انفاركشن، يعني هل هي دي انفلاماتوري كونديشنز مع هيموريدج ولا دي انفاركشن؟ مش هتفرق كتير، ممكن اصل روز سبوتس ممكن تحصل مع اي حاجه ما لهاش سبيسيفيك كوز، يعني زي ما احنا قلنا يعني اي شويه اكلوزن وكده. وطبعا الماكلا افكتنج وتيكن الماكلا واخد البوستيريور بول. في صوره تانية في صورة تانية برضو اعتقد دوت مع الصورة الاولانية دي كانت هي نفس الحالة، الصورة التانية هي نفس الحالة على فكرة، تقريبا 2 weeks later بعد ما ادوها استرويد او حاجة زي كده الحالة سقيت اكتر، وده بقى اكبر غلطة ان هو انت ما تفكرش في البوستيرور او انترميديات، وخصوصا لو يوني لاترال، هي دي الرايت اي. لو شايفين الاوباستي زادت اكتر، الديسك دي زاد بعد ما كنا واخدين البوستيرو بول، احنا بقينا واخدين ورا، ويمكن في شويه اكلوزيف بيريفليب بايتس، ادي ده برانشز من الباينز طالعه اهي حواليها كاندل واكس، وهنا عامله زي مارجريتا. انا شخصيا للوهله الاولى الامبريشن بتاعي قال لي ان دي فايرال كونديشن، بس شوفوا بقى البروفيسورز فايرال عامل زي السيتوميجالو فايروس، او حتى ايفن الاكيوت ريتينال نكروزس، وخصوصا اللي هي كومبيتنت ادلت اعتقد كانت حاله في مين ومعاه فيتريتس، واحنا قلنا الفيتريتس يبقى اكتر في الارم، سيتوميجالو يحصل معاه شويه فيتريتس بس مينيمال، ودي مينيمال لان احنا شايفين برضو هو في فيتريتس بس احنا شايفين من خلالها الديتيلز، فهو فاكرين ما كنا بنقول لو يعني هي اوبسكيورنج حاجه بسيطه، فهي تعتبر سيلز على جريد 2 يعني، فمعيش سيفير فيتريتس مثلا اللي موصوفه في التكسوبلازما، لكن طبعا ممكن تيجوا في التي بي المنظر اللي عامل زي دوت، فدي ريتينايتس. انا هوريكم بقى الرد، مش هقول ردي انا هقرأ لكم الرد اللي اتقال، وانا واخده سكرين شوت يعني، وطبعا بحيي عايزه افكركم دي كانت سوجورا ساين اللي كانت في ال دي بيجمنتيشن بري لامبل، كانت فين؟ كانت ساينز من ايه؟ فوج دي كوانيجي هاردا سندروم. برافو عليك. الرد بس هجيبه لكم. يا انا واخده سكرين شوت من الجروب اللي على الفيسبوك، دكتور احمد سلام، ده مش ردي انا. طيب هو بيقول ايه بقى؟ عارفين هو بيقول you are dealing with retinitis. صح، differential diagnosis is easy if it is not Behçet disease. Behçet طبعا it is a clinical diagnosis، عمر ما Behçet هيجي بsevere retinitis. يا جماعه يعني انا شفت الريتينايتس زي دي مره في شاب،
وكان يونج ادلت ميل وكان يونيلاترال، بس هو نون ان هو بشات، يعني عنده كل السيمتوماتولوجي متشخص انه بشات على اميون ثيرابي خلاص. وشفنا ريتينايتس فيه فعلا، وللاسف دخل طبعا في ريتينال ديتاتشمنت وسيرجري في سيرجري والعين لوست، يعني وانس ان هو خد الاي، لان هو مشكلته كمان مش في الريتينايتس، مشكلته ان هو زي ما قلت لكم ان هو بيعمل اند ارترايتس، بيقفل كل الارتريز اللي والفينز البلاد فيزلز يعني، فهو وحش على البلاد فيزلز اوكي. او الليمفوما طبعا اتسسين انفكشن، لازم الماسكاريتس بتاع الليمفوما ات ماست بي كونسيدرد، بس الليمفوما اكتر مع الناس الاولد ايج خلاص، وهي بتبقى هي مش بتعمل ريتينايتس، هي بتعمل سب ريتينال ديبوزيتس زي ما قلناها، زي اللي هي في نوع كرويدال طبعا، وفي حاجه اللي هي فيترو ريتينال. فيترو ريتينال ده اللي بنقول عليه برايمري، ده غير الكرويدال. الفيترو ريتينال ده ريليتد للسي ان اس، فهو بيتكلم دلوقتي على الفيترو ريتينال مش على الكرويدال، احنا بنتكلم في صوره ريتينال افكشنز. فالفيترو ريتينال يجي بريتينايتس فعلا، ويجي بالريتينال افكشن ميميك الريتينايتس. الكرويدال هو اللي يتقال عليه ليبورت، اللي هو يجي ديب ومالتيبل كده دوت وسبوس. احنا طبعا ركبوا بقى الشباتر في اليوفي، ده اللي يتقال عليه ليبورت، اللي هو يشبه مثلا الهيلينج اتاك بتاعت الفوكت كوانينج ليبورت، لان هو ديب وانفلتريتنج وديب، سبوت صفرة وجنبها الدنيا فاضية، سبوت صفرة ودنيا فاضية، ده كوريدا الليمفوما. لكن الفيترو ريتينال اللي هو سب كاتيجوري من البرايمسي ان اس، هو اولا بيجي في اولد ايج، ثانيا هو بيبقى كده فيتريتس اند ميميك ريتينايتس، مش ترو ريتينايتس مش انفلاميشن. فبيقول له لو انت مش بشات وبشات ده كلينيكال، والليمفوما دي غالبا هيبقى العيان عنده سي ان اس ليمفوما، فلازم تعمل هنا ام ار اي ايمجينج. احيانا انت في اليوفيتس بتلجا للام ار اي ايمجينج لو انت شاكك في ليمفوما مثلا، على سبيل المثال لو شاكك في دي مايلينيشنز ام اس، يعني الام ار اي ايمجينج واحده برده من الانفستيجيشنز الريكوجنايزد ان يوفيتس كيسز. اوكي هتبقى ايه الحاله؟ هتبقى ريتينال انفكشنز، مش هتبقى ايتيوباثيك اكيد، يعني ريتينال انفكشنز يا بكتيريا يا فيرال يا فانجل يا بروتوزو. البكتيريا هو حط ثلاثه ديفرنشال دايجنوزس، السيفلس والتي بي او اندوفثالمايتس بكتيريا بقى لو عيان اميونو كومبرومايز. هو طبعا مش بوست اوبرتيف او حسب الهيستوري، بس هو احنا مش بنتكلم في بوست اوبرتيف. يعني الفيرال هتبقى هنا الهربس، الفيرال جروب، الفيرال هربس جروب على فكره السيتوميجالو فيروس برده من الفاميلي دي، من الفاميلي دي السيتو بقى وكل الفاميلي كلها ايا كان الفاميلي هي ايه. طيب الفانجل ممكن تبقى فانجل، بس احنا دايما قلنا الفانجل برضو بتيجي مش هتيجي في اميونو كومبيتنت. البروتوزوا طبعا المنظر بتاع الريتنا هي التوكسوبلازما. رير بقى قال له حاجه اسمها ريفت فالي، ريفت فالي وان والميسلز، بس دي حاجات رير ممكن تكون ريفت فالي اي ثينك في امريكا، والميسلز دلوقتي عشان التطعيم بتاعها بقى موجود، فرير برضو انك تشوف الميسلز، يمكن زمان ما كانوش بيطعموا الميسلز. طيب ايه الفيو بوينتس اللي ماست بي كونسيدرد؟ اول حاجه لو هي اندوفثالمايتس usually انها بتبقى post operative rather than endogenous. هو بيقول ان في intraocular procedure or penetrating trauma or endogenous، بس لو endogenous العيان بتاعك usually very unwell، يعني مش عيان جاي كده على رجليه في العياده، ده عيان حضرتك في الرعايات في الاي سي يو خلاص. فدي الحاجه اللي تخليك انت تحط تعمل شورت ليست بتاعتك، ازاي اللي انا كلمتكم عنها how to short your list اوكي في الديفرنشال دايجنوزس. طيب الباشات ديزيز بيبقى بايلاترال، لكن احيانا بيبقى يونيلاترال للامانه، ولازم يبقى في كلينيكال ايفيدنت، يعني هو بيقول استجماتا اوف باشات اند ات از بايلاترال. طيب الاستجماتا اللي هو يقصد بيها اللي هو الترياد بتاع الباشات ديزيز، التوكسوبلازما wouldn't be extensive as this is هو قال ان التوكسوبلازما مش يوجوال انها تبقى اكستنسيف as it is unless patient is very old or immunosuppressive، إلا لو كان ده الأتيبيكال presentation بقى very old أو immunosuppressive. طيب don't look fungal، هي بيقول إن هي مش شبه الفانجل، but the key is إيه بقى؟ ثانية واحدة، but the key in the history بالنسبة للفانجل، يعني الفانجل بقى هل هو IV abuser مثلا؟ لا خلي بالك هي not look fungal، لكن لو هو اعترف إن هو مثلا IV drug abuser طبعا الفانجل او على كاستر اندورينج او ايا كان فالفانجل must be considered. اوكي الليجنز بقى هو بيقول ايه؟ هو عمل الشورت ليست بتاعته ازاي، شايف بقى بعد كل الديفرنشال ده من الهيستوري ومن الفوتو او من الاكزامينيشن عمل الشورت ليست بتاعته ان هو ايه؟ it looks viral،
تي بي أو الليمفوما تو مي وات وود اي دو. ها يبقى يلا الهيستوري از اول حاجه هيستوري اذا كي تو تراي تو مش داتا اند ري ارينج الديفرنشال داينوس اللي انا بقولها لكم ماي ووردز انا شورت ليست هيعمل ايه البلاد هيسحب سي بي سي عشان لو في لوكيميا وبرده هيبان معاه الحاجات التانية هيشوف بقى في البلاد هيعمل الانفستيجيشن بتاعه السيفلس والتي سبوت والتوكسوبلازما والكات سكراتش وبيحط بقى الكات سكراتش هنا برده عشان بتعمل ريتينايتس نيوريتينايتس خلاص وال هيستو اميونو بلازموزس سوري الاتش اي بي عشان لو هو اميونو كومبرومايزد وهو مش نوت اوير والده اند اي سي اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيمز على اساس التوكسو على اساس سوري الساركيدوزس ات مي بي طبعا هم بيعملوا يعني تيست للريكت والريفت فالي اللي هو اقصد هنا لاين ديزيز لو الهيستوري سجست بس يعني احنا في مصر ممكن الموضوع ما يبقاش سجست فعندنا لو قال لك هو سافر بقى فيه مثلا هيستوري اوف ترافلنج لا ساعتها ات ماست بي كونسيدرد. طيب هيسحب طبعا لازم يسحب فيتريس هنا طبعا ده روتين عندهم في امريكا موضوع الفيتريس والتاب والانتيو تشامبر تاب دوت الفيتريس تاب بي سي ار للفيرال والتوكسو خلاص وعلى طول مش هيستنى هو مش هيستنى هو اصلا الهيموراجيك اللي هي مارجريتا دي بالنسبه له تشبه السيتوميجالو فيروس او الهربس يعني هربس جروب عموما خلي بالكم ان الهربس الهربس جروب كلهم مش بياخدوا نفس التريتمنت احب افكركم احنا قلنا السيتوميجالو فيروس ما بياخدش الاسايكلوفير بياخد الفالجان سايكلوفير او الفوسكارنيت اوكي لكن الهربس سيمبلكس وزوستر ممكن ياخد الاسايكلوفير خروجا من ان احنا مش عارفين الفايرال عندنا هنا ايه بالظبط هندي الحاجه اللي تنفع فيهم هما الاثنين اللي هو الاورال فال سايكلوفير بندي بالهاي دوز اللي هي كانت 900 ملي جرام اورال احنا خلاص ما عندناش بندي الاي في قلنا لا ومش عارفه يعني ليس سايد افكتس ولقوا حاجه كده ثانيه اوكي مش متذكرها دلوقتي بس ندي 900 ملي جرام توايس ديلي وبعد كده لمده اسبوع بعد كده كام 900 وانس ديلي خلاص وبنكمل بست اسابيع على الاقل من 6 ل 10 اسابيع ممكن نحقن انترافيترال فوسكارنيت خلي بالك ما استخدمش سترويد لعند دلوقتي خالص كان عيب اللي عرض الحاله ان هو استخدم في الحاله سترويد اصل الريتينايتس ورا يا هيما يا انفكشوس يا بشات يا بشات يا ايه يا ليمفوما البشات لو ما عندكش كلينيكال ايفيدنت ان ده بهست او بشات ديزيز ما تستخدمش الاسترويد سيستميك اخرك توبيكال خلاص خلي بالك برضو ان هو بيقول لك لو حتى ايفن دي المعلومه برضو اللي قلت لك حتى ايفن لو نيجاتيف فايرال بي سي ار سنتس نيرلي شور نوت فايرال يبقى الحاله الثانيه ستيب وايز يعني انت خلاص حبت البي سي ار النيجاتيف بي سي ار يبقى الستيب وايز ثاني ان دي الاتيريكال فورم اوف توكسوبلازما وان العين ده يا اما اود اي جي اما اميون كومبتنت ايا كان بقى هي توكسوبلازما اتيريكال يا اما انت عملت لها فلاير اصلا بالسترويدز اللي انت حقنتها فيها اف نوت هيلينج لو هتدي بقى التوكسوبلازما بيحقنوا فيها انترافيترال كلينامايسين بالمناسبه ولو اضطر يحقن سترويد بعد يومين بيحقن زي ما قلت لك ما بيحقنش ترانسيلون بيحقن الدكسامسيزون ما بيحبش يحط ديبو او يدي السيستميك عندك السيستميك ليها السلفا دايزين والسلفا بايريميز سلفا دايزين سوري او البايريميزوبريم وساعات الاسازوبريم يعني في حاجات كتير جدا في تريتمنت ومش انت اللي بتوصف بصراحه ولا بيوصف المفروض الانفكشوس ديزيز سبيشالست اوكي طب ساي بقى كله نيجاتيف 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 والتريتمنت ومش بتجيب معاك نتيجه خلاص بارس بلانا بتريكتومي ايزر ان هو يعتبر دايجنوستيك هتاخد منه سامبلز دايركت وتزرع بقى بكتيريا وفنجي وكل السامبلز المتاحه ولا متاحه وهو في نفس الوقت ثيرابيوتك ان انت شلت كل الانفلاماتوري ميدياتورز وهتلاقي الدنيا بتتحسن معاك عادي طريقه هما بيفكروا ازاي طيب ويلز اي هوسبيتال ده هوسبيتال في امريكا مشهور جدا كان عامل حاجه لطيفه جدا عامل ويبنارز عرض حالات برضو ريتد ريفيرتس اتيريكال برزنتيشنز عايز اوريكم هم بره بيفكروا ازاي وعلى فكره اللي كان بيعرض الحالات عجبني قوي ان هو سينيور ريزيدنت في السنه الرابعه يعني السنه الرابعه من الاوفثالمولوجي ريزيدنسي بتاعته قد ايه هو كونفيدنت وقد ايه مرتب الحالات وقد ايه الستاف يعني الريسبونس بتاعهم والاجابات بتاعتهم انا كنت هحطها لكم في لينك بس انا حبيت ان انا اكومنت بقى بطريقتي انا عشان برضو المور جينيورز اللي لسه ممكن ما يفهموش الكلام انجلش ابن انجلش لان انا عارفه اللي بيسمعوني نيتف عربيك فشويه لما بنعمل ماكس كده في اللغه بتبقى الدنيا طبعا وعلى فكره موضوع الماكس ده انا مش معترض عليه خالص عشان مش المفروض اتكلم انجلش ان انجلش قدام ناتيف عربي هم نفسهم بس عشان هم اخترعوا العلم او هم يعني ما
ريكوجنايز حاجات كتير جدا. لما بيجوا يدوا ساينز ساين معينه او كده بيدوها برضو من الامثله الشعبيه عندهم على فكره. يعني مثلا ما تلاقي مثلا يقولك ايه شامبين ساين مش عارف ايه ساين حاجات كتير، ما تدور في اصل الكلمه تلاقيها كلمه دارجه عندهم عشان يسهل لك. لما بيقول مثلا عن الكاندل واكس ابيرنس مش anyway عشان يسهل الفهم. ففكره انك تجيب سامبلز باللغه المذر لانجويج لحد عشان انت تفهمه، انا مش شايفه ان ده عيب. يعني اما انا ممكن اتكلم انجلش ان انجلش، طب انت هتفهمه؟ لا ما اعتقدش، مش هيبقى بنفس البتاع، والا كلنا بقى نسمع ويبنارز على الانترنت. يعني دي كيس هم عارضينها الهيستوري بتاعها كل ما في الامر بيقول ان هو زي ما انتم شايفين كده ميل 17 سنه بريزنتد تقريبا كل حاجه عنده نورمال ما عدا ان هم بداوا يشوفوا في الفيتريس سيلز وداون وداون فيجن 20 200 يعني 63. بصوا بقى انا هوقف الفيديو عشان نبتدي نشوف ده. طبعا هم هناك واضح بيصوروا من اجهزه الاندايركت اي ثينك لان اللاشز باينه في الصوره. بيصور بادابتر وكاميرا الموبايل، يعني النايب هناك هو اللي بيصور. لو احنا يعني انا عايزه بس الصوره تبقى مور ريليتد، هو ده وايد فيلد، هو بيحب يصور وايد فيلد. لو انتم شايفين الديسك شويه هيزي فيو، البلاد فيزلز برده نفس الهيزنس، هي شويه اتنويتد. يعني انا معرفش ده من الفوتو ولا هو الشاب عنده مشكله سيستميك فاسكولوباثي يعني اني واي. لكن لو لاحظت في هنا وايت ليجن اوبسكيورنج الديسك، ده بقى اللي عايزه افهمكوا، اوبسكيورنج الابر temporal arcade. وطبعا واضح ان هو اكستنسيف للماكلا، يمكن الصوره مش باينه هنا اكتر، هجيب لكم صوره دلوقتي قريبه اهي. دي صوره لما عمل زوم عليها خلاص اوكي، شايفين ادي وايتش ليجن اوبسكيورنج. يبقى انا بتكلم على حاجه ايه، انفلاماتوري ليجن. اولا ده انفلاماتوري ليجنز جاكاستا بابيلاري اكستندنج تو ذا ابر تمبرال اركيد، ابر تمبرال اركيد. وطبعا الدروب اوف فيجنز اكيد من الديسك انفولفمنت مع الماكولر انفولفمنت. يعني هو لو الصور بس هي ريزوليوشن مش حلو، مش عشان ريزوليوشن سوري، عشان هو العيان هم قايلين ان هو عنده بوستيرو فيتريت. فنفس الكلام ده 17 سنه هنفكر ازاي هناخد ديفرنشال دايجنوزس عشان لما اخد الهيستوري من العيان. هنا بقى الديفرنشال دايجنوزس دونت جامب بقى للحاجات التيومرز، يعني شويه هيبقى رير شويه. وهنا انا مش شايفه هيموراجيك ليجن، فالفيرال برضو هحطه باك جراوند. طب مين اللي هطلعه في الانتيرور جراوند؟ يا اما بشات، لو عياني بشات فعلا خلاص، لو معاك كلينيكال سيجمنت زي ما بنقول، يا اما توكسوبلازما. هو طبعا يا بشات يا لينفوما، زي ما دكتور احمد سلم من شويه كان بيرد على الحاله اللي اتعرضت في الفيسبوك، يا اما انفكشوس. والانفكشوس عندي حاجات كتير جدا، بس ده عين ده اس فجاه بي بي بيعمل كده. فاكرين تعالوا ارجع معاكم كده، يا اما طبعا تي بي، يا اما ممكن يكون ساركيدوزس، يا اما يا اما يا اما يا اما يا اما هو المفروض يعمل كل البتاع الديفرنشال ديجنوزس بتاعه. هناك بقى بيهتموا شويه بالاوكلر ايمجنج، واصل ده اسمه ويلز اي انستيتيوت، يعني مش هيسحب سيريولوجي ويسيب الاي كده مجرد كلينيكال برزنتيشن. فشوفوا هو عمل ايه. اول صوره بيحبوا بقى هم جدا 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 اللي هو اسمه فاندس اوتو فلوريسنس او الفاف. الفاف عندهم دلوقتي، وانا يمكن قلت اهميته في الوايت دوت سندروم، قلت ان هو عرفني حاجات كتير. يعني هو مثلا شخص المالتيبل ايفانيسنت وايت دوت سندروم، هو اللي بيشخص الاكيوت بيجمنت ايبيثيليوباثي سواء الامينبي او الامينجويس سوري اميبيجوس كوريدايتس اللي هو الامينبي زائد السربنجويد والسربنجينيوس اللي هو بيبقى طبعا فيجن ثريتنج. لو لاحظنا احنا قلنا دايما الهايبر اوتو فلوريسنس مكان الليجن،
حد هيسالني من جونيور انت عرفتي ده ازاي ان هو فاندس اوتو فلوريسنس؟ الفاندس اوتو فلوريسنس اولا بيبقى الديسك اسود والبلاد فيزلز سودا، دي كده علامه احفظوها علشان لو الديسك اسود والفيزلز بيضه ده الاي سي جي اللي هو انتو سايلين جرين. وان شاء الله هنقوله لما نيجي في التشابتر الميكرو الفروقات ما بين الانفستيجيشن ازاي تعرفها من استاور. طبعا هو الفاندس اوتو فلوريسنس بيوري المفروض يورينا النورمال كده الاستبلينج بتاع الريتينال بيجمنت اي بي سي، شايفين الباك جراوند العادي دوت اللي هو ايه تحس ان هو ايه الدنيا مملئه الدوت بيضه في دوت سودا دوت بيضه في دوت سودا، لانه بيوريك اللايف اوف سكين ماتيريال اللي موجوده جوه كل ريتينال بيجمنت ايبيثيليوم، وان بتوين في تايت جانكشن فما فيش لايف اوف سكين، فتلاقي كده المنظر الستبلنج ده نورمال. لما الدنيا تزيد بنقول عليه هايبر اوتو فلوريسنس، لما الدنيا تقل هايبو اوتو فلوريسنس. هايبو اوتو فلوريسنس يا اما حصل نكروزس في الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم وضاعت، يا اما حاجه عامله بلوكج للريتينال بيجمنت ايبيثيليوم. فالهايبو اوتو فلوريسنس اللي انت شايفه ده مكان الليجن بيؤكد لي ان الليجن فوق الريتينال بيجمنت يبقى هو مش كرويدل، يبقى هو فور شور ريتينال، خلاص يبقى ده ريتينال ليجن او ريتينايتس. وحواليها علشان ده انفلاماتوري بروسس الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم اللي حواليها اللي مش افكتد لسه بالليجن اندر ستريس، فبدا يطلع لايبو في سكين التن اوفر بتاعه عالي، فبدا يطلع لايبو في سكين كتير جدا، فدوت الهايبر اوتو فلوريسنس. هي عموما علامات الريتينايتس بتبقى كده خلاص هايبو اوتو فلوريسنس راوندد باي رينج اوف هايبر اوتو فلوريسنس. طيب نشوف تاني، ده هنا عامل فلوريسين انجيوجرام في سكند 21 سكند تقريبا في الالي فينوس. لو لاحظت في الالي فينوس بيوريك بعيد قوي ان في كابيلاري دروب اوت هنا، يعني لسبب ما ممكن تبقى ارتيفاكت برضو مش شرط ان يبقى ده ترو. هم طبعا مصورين وايت فيلد ميبي، او ممكن يكون الفيتريس سيلز اللي في البوستيريور فيتريس عامله اوبسكيورنج هنا اكتر من هنا. هنا بدا يحصل ستيبلينج في الهايبر سوري، يعني هو هنا المكان الليجن انت مش شايف الكرويدال باتشي فلوريسنس اللي هو المفروض نورمال، وشايف حواليه هايبر فلوريسنس. الهايبر فلوريسنس اللي حواليه ده وندو ديفكت، واحنا هنا بنقول هايبو فلوريسنس. طيب وندو ديفكت نتيجه الريتنا بيجمنت بيبقى لوست هنا الى سبب الاستريس اللي هو فيه. هنشوف بعد كده صور ثانيه. هنا جاب الدقيقه الواحد الدقيقه واحد وثانيتين، بدا بقى الليجنز اللي كان هايبو فلوريسنس يبقى هايبر فلوريسنس. الوند ديفكت زاد سنه بسيطه بس ما بيزيدش في الانتنسيتي، هو بس بيزيد في السايز شويه. والديسك بدا يبقى هوت هو كمان، معنى كده ان في انفلاماتوري بروسيس تيكنج او في ليكج هنا نتيجه الاديما اللي من الانفلاماتوري بروسيس تيكنج ايه الديسك اند الابر تمبرال اريا دي. هنا عامل او سي تي بقى بعده عن الماكلا وجاي اون توب اوف ذا ليجن. بصوا بقى تعالوا شوفوا بيقروا الاو سي تي ازاي. الاو سي تي اهو ماشي من هنا لهنا، يبقى احنا ماشيين من هنا لهنا كل دوت المفروض ان ده ريتينال تيشو، يبقى في ديفرنشيشن زي اللي شايفين الحته دي اللي انا بشاور عليها بالارو، هو ده النورمال انك تشوف الديفرنت ريتينال لايرز، يعني تشوف بقى الاي ال ام والاوتر بلكسي فورم والانر نيوكلير وهكذا ريتينال فايبر. مش قصه الاو سي تي ان انا اشرحه دلوقتي، تعالى شوف الاريا دي كلها اللي هو ماشي عليها بالسهم بقى ومش نورمال. ايه ده ايه ده ايه بالظبط ده؟ حته كده امالجميتد وريزد، هي ريزد عشان هي طبعا يعني ادمتس ومرفوعه، حته امالجميتد. وانس انك شفت امالجميتد واخد كل الريتينر لايرز، هي دي شور ساين في الاو سي تي ان دي ريتينايتس، عشان في امالجميشنز انا قلته في الفين اكلوجن لما اسكيميك فين اكلوجن اللي بياخد بس الانر ريتينر لايرز، ده معناه ان هو حصل اسكيميا في الاريا دي فماتت خلاص، لكن ده امالجميشن واخد كل الريتينر لايرز. ده البوستيرو فيتريس فيست ريزد اهو بالريتينايتس اريا، وفوقيه على طول في الحته دي انت شايف الدنيا مش كلير في اوبسكيوريشنز بسيلز كتيره، معنى كده ان انا عندي بوستيرو فيتريتس ده بالاو سي تي. تعالوا بقى شوفوا هم فكروا ازاي في الديفرنشال دايجنوزس. حتى معلش هو ده اللي كان بيجاوب عليه، هو اللي حط له الديفرنشال دايجنوزس، بس انا فاكره هم ردوا عليه في الويبنار قالوا لا هتحط التوكسوبلازما، وهتشوف دلوقتي حالا فكروا ازاي. هو فكر طبعا في التي بي، هو عارف ليه هو فكر في التي بي الاول النايب، هو فكر في التي بي لانها جوكاستا بابيلاري، لانه مش التيبيكال برزنتيشن للتوكسوبلازما انها تيجي كده. التوكسوبلازما لو جت
acute retinitis ممكن تيجي حتى وزود تسعات اللايت ليجر اللي اتكلمنا عليه بس تيجي في البوستيرو بول اكتر. فهو قال لنفسه ايه، لا دي جاكاستا بابيلاري اكتر حاجتين يجوا جاكاستا بابيلاري اللي هو السربنج اللي هو السربنجويد لايك، بس التاني ليه بريزنتيشن معين يعني بيبقى لايك سربنجينيس وبيبقى كوروديتس اكتر، لانه بقول لكم التي بي بيجي عن طريق البلاد من ان هو ريتينايتس بس في اتيبيكال فورم بتيجي. فهو حط التي بي الاول وبعد كده حط الساركويد عشان الساركويد والديسك بيحبوا بعض قوي يعني، والساركويد طبعا برضو ممكن بتبقى كورويدال اكتر لكن مهمش ريتنا دي بيور ريتينال افكشنز. فهو حط التوكسوبلازما بس عشان السايت يعني هو فكر بالسايت. هو الصحي كان زي دكتور احمد سلام كده ما كان بيفكر ان هو تفكر بيور ريتينايتس ولا ريتينوكورديتس او كوريوريتينوباثي اللي هو الميكس بتاع تحط اي حاجه بقى كوردنج لاستايت واليونيلاتراليتي والبايلاتراليتي وهكذا. لكن دي بيور ريتينايتس وانت شايفها وشفتها في الاو سي تي انها بيور ريتينايتس. يعني نرجع تاني صوره الاو سي تي مش عارفه ان كان مصور اي دي اي يعني ما اعتقدش ان كان في حاجه في الكرويت. هنا طبعا في سابريتينال فلويدز واعتقد ده كان اكستنسيف للماكلا مش عارفه ان كان جاب صوره كان جاب صوره للماكلا ده سبب الدروب اوف فيجن اي صوره الماكلا في الحاله دي. شايفين الريتينال ليجن بعيد اهو وادي السابريتينال فلويد مكمله واخده الماكلا عامله طبعا وات از وي كولد نيوروسنسري او سيروس ماكلر اتاتشمنت مش ماكلر اديما خلاص. فده هو سبب الدروب اوف فيش. فهو حط التوكسوبلازما بيك وهم ردوا عليه في الموضوع دوت. طبعا برضو السيفلس لازم يتحط في الاعتبار. السيفلس هناك بيتحط في جمله مفيده التوكسوكار عشان هو سنه صغير واي نوت ان ديت لوكالايزد فورم اوف يونيلاترال اندوفثالمايتس او ان دي جرانيوما اكتف جرانيوما في البوستيرو بول لسه جايه تبقى التوكسوكار تتحط هنا. الفايرال ريتينايتس مرجحه ورا قوي. الفانجل اندوفثالمايتس اللي ربما يكون ابيوزر وطبعا والسبنجينيس لانها جاكاستا بابيلر شايفها وحاطط السبنجينيس كوريدايتس اللي هي في الوايت دوت سيندروم. اصل هو لو ما لقاش سبب لده في الاخر هيدي serpiginous choroiditis. هو بيقول لك بقى الورك اب اللي هو عمله بناء على الديفرنشال دياجنوزيس اللي حاطه ان هو عمل سي بي سي طبعا دوت بتاعه اللي هي دي تيست الرابيد تيست اللي هو ار بي ار ودوت التروبونيما باليدام انتي بوديز اللي هو يعتبر سبيسيفيك بس بيطلع بعد 3 شهور. كوانتي فيرون ده عشان التي بي ده للسيفلس طبعا. واللايم انتي بوديز منتشر عندهم في امريكا التوكسوبلازما انتي بودي والاتش اي في سكرين لازم ده اساسي عندهم. وبرده سحب اكوستيب هو سحب اكوستيب وعمل لها اوكلر بي سي ار بانل عندهم بانل هو كامل هناك بره كده بيعملوا كذا حاجه فيه منهم الفايرال والتي بي والتوكسوبلازما وهكذا بس لقى نيجاتيف. ورد عليه استاذ من القاعدين قال له نيجاتيف لان انت ما عندكش في الانتيور سيجمنت اني فايندينج فطبيعي انه مش هتلاقي فيها اي حاجه وانت عندك جاست بوستيرور بيتريتس مع ريتينايتس فده اتس اوكي انت تعتمد ساعتها على السيريولوجي مع الكلينيكال بيكتشرز اللي عندك. وانا طبعا تشست اكس راي تعالوا نشوف انا مش عارفه بس الصوره مش عايز تجري بالظبط. هو الحاجه الوحيده اللي طلعت معاه بوزيتيف الاي جي جي بتاع التوكسوبلازما انتي بودي الاي جي ام نيجاتيف انه طلع اكتر 120 ده في التتر بتاعه. فخلاص هو عاملها على انها توكسوبلازما وكان يعني نشر بيبر بيقول ليه بقى البي سي ار طلع نيجاتيف مع ان السيريولوجي طلع بوزيتيف بس هم يعني ردوا عليه. ده الفولو اب بتاع العيانه بعد 2 ويكس الفيجن اتحسن بتاع الولد تقريبا من 20 200 ل 20 70 يعني تقريبا بنتكلم في 6 18. وبيوريك برضو النيوروسنسري اتاتشمنت بدا يقل وازاي حصل ابتدى يحصل كليرنس في البتاع بس طبعا في الاخر ساب سكار. شايف الاستابلنج ده علامه السكار الموجوده على 6 مانس وصل 20 50 تقريبا 6 12. هي دي الحاله اللي انا حبيت اوريها لكم. في حاله ثانيه برضو
هنا ده المانجمنت يا اما تدي ازازابرين ده الدرقين بيحبوه دلوقتي ديلي. بس هنا خلي بالك الازازابرين كلنا عارفين بتاخد 3 ايام ده في العادي، هنا لا هتدي 500 ملي جرام اورال ديلي فور 4 ويكس، او الكليندا مايسنس خلاص اورالي برده ده ل 4 ويكس، يعني انت بتدي اكستندد دوز. يا اما بقى كان كلاسيك بتاع زبان اللي هو تريتمنت ريجيمين، بس هم ده غالي شويه، اللي هو السلفادايزين او البايريميسامين، ومشكلتهم ان هم من مجموعات الصلفه برضو، فساعات بيعملوا مشاكل في الناس اللي بتاع. فهو دلوقتي في كلام ان الريجيمين بتاع الازازايبرين والكلايندامايسنس هو الاحسن. وخلي بالك من موضوع اربع اسابيع، احنا بندي ايه اربع اسابيع، وحتى هنا الريجيمين اربع اسابيع. وطبعا لو اضطريت تدي الصلفه جروب اللي هم السلفادايزين او البايريميسامين، السلفادايزين ده اللي هو الدبسون بالمناسبه، لازم تدي الفولينيك اسيد بعي. الحاجه برضو اللي لو هتدي سترويد، ما بنديش سترويد الا كان فيجن ثريتنينج زي العيان دوت، ومتدي سيستميك وتسحب بسرعه في اربع اسابيع، يا اما بيري اوكولر انجكشن. اعترض عليه الاساتذه ان هو كاتب نايب، بقى هو الكاتب المانجمنت اللي عامله بيه اللي هو كاتب بريدنزولون، اعترض عليه ان هم ريكومند الدكساميثازون. وبرضه بيقول لك جيف، شايف الجمله الاخيره دي، جيف انتي كورتيكوسترويد 3 دايز، حتى مش 48 ساعه افتر انشيشن اوف انتي ميكروبيال ايجنت. ادي اتيبيكال برزنتيشن، ممكن تشوف الريتينايتس كده. الحالة دي لطيفة قوي، عارضين هنا حالة عيان جاي فيجن عادي، يعني 20-25 ده احنا بنتكلم في فيجن تقريبا التونير نورمال. مجرد بس انا مش عارفة هيستور عندهم الزوم دي شوية، مجرد ان هو البوستيري بول فيه كده يلي دوبوزيتس اتزممك، كما لو كانت كرويدال ليجن هي يعني، وشوية اتنويشن في البلد فيزلز. بتخلي بالك الفيجن بتاعك، الفيجن عامل ايه 20-25 يعني هتكلم في نورم. دي الرايت اي ده كلر ذا فوتو للرايت اي، والليفت اي تقريبا زيها. هما بقى زي ما قلت لك بيحبوا الاوتو فلوريسنس، لما شافوا الاوتو فلوريسنس شافوا بقى هايبر اوتو فلوريسنس ستيبلينج ويز هايبر اوتو فلوريسنس. فين بقى؟ مش في البوستير بول زي ما كلينيكال ايفيدنت، هنا بقى باين اكتر من الكلينيكال الباين، يعني وراك كده في النيزل انا عندي اكستنشن للموضوع دوت، وتقريبا تمبرال ماشي مع الاركيد. لما جه بقى يعمل او سي تي شايف هنا بيلمع الريد فري بتاعه، بيلمع تحس ان كده في ريفلكتنس، وبالظبط كده دوت ديبوزيتس ديبوزيتس. دي خلي بالك ده مش دروزن، مش واخد مش رافع الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم ولا اي حاجه، بس ديبوزيتس وهايبر ريفلكتيف وعلى البروكس ممبرين والريتينال بيجمنت ايبيثيليوم، او في الديب، خلينا نقول انها في الديب ريتينال تيشو لان عندي شويه ديبوزيتس يمكن في الاوتر نيوكليار لاير. طيب ايه الديبوزيتس دي؟ سميناها ايه؟ سميناها ريتينال كريستالز، يبقى هي ريتينال كريستالز هنحط لها ديفرنشال دايجنوزس، ده كريستالين ريتينال تيشو. خلي يعني عشان بس بيوريك حاجات مامك ممكن تبقى ماسكريد للكوريدايتس، ده واحده من الماسكريدنج للكوريدايتس، ده اللي عايز اوريه لك اتيبيكال. الريفلكتنس دوت يعني حتى في الاو سي تي ركز شويه تاني، نرجع تاني صور او سي تي، الكورويد بتاعك كويس جدا ما فيهوش اي اي حاجه خلاص. دي اي دي اي اللي هي بتقول عليها انهانسد ديبث ايمج، لان انت شايف السكليرا الباوندريز اللي ما بين الكورويد والسكليرا هنا، وما عندكش اي حاجه اني ابنورماليتي في اي حته خالص غير الهايبر ريفلكتيف او البنتيلز اللي باينه كلينيكال وموجوده هنا. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ systemic cystinosis ده على رأسهم، والهايبر اوكزالوريا تايب 1 وتايب 2، جوجرن لارسون ده واحده من الريتينال ديستروفيز ان شاء الله ناخدها في الريتينال ديستروفي، ودراجز. الدراجز دي مشهوره جدا اللي هو التاموكسيفين اللي بيتاخد في الكانسر بريست، والميتافيوريان دوت في اليو تي اي، سوري لا
دوت بيتاخد سوري في التخدير. النيتروفيورانتوين ده اللي بيتاخد مع اليو تي اي، والكانسازانسين اللي هو اعتقد بيعملوا بيه اللي هو بيعملوا بيه اللي هي الحاجات اللي هما بيحبوا يغمقوا وشهم تقريبا، حاجه من الزيزانسين من فيتامين اي درافت. طيب فده اتيبيكال برزنتيشن لحاله من حالات الكرويد. الحاله الثانيه عايزه اوريها لكم، كانت في ميل جايه لهم بسيفير دروب اوف فيجن. هي عجبتني قوي الحاله دي لان انا شخصيا عمري ما شفتها in my clinics يعني او في حياتي العمليه. counting finger 2 meters only ده الفيجن بتاعها، وسنها صغير. هم مش مدي لسه هيستوري عنها يعني، ما قالش بقى سيستميك ايه السيستميك انس، بس كان بيقول ان احنا بريزنت الحال. الحاله لو لاحظتوا كده ده وايت فيلد وكالرد فوتو. لو لاحظنا كده البوستيريور بول بتاع الحاله تقريبا وشويه لايتلي نيزل واراوند ذا ديسك وابر ولور، في زي بيجمنت ستيبلينج، تحس ان هو في يلوش شايفين، وهي دي تحت البلاد فيزس بتاعت الريتنا. وطبعا الميديا هنا عندي ما كلير جدا، ما فيهاش اي حاجه بريفرال، برده ما عنديش اي حاجه خالص. الوايتش ستيبلينج ده مع البيجمنت ستيبلينج باين قوي هنا، واخد هنا في النص وانكروتشمنت على الماكولا وفي كل حته، تحس حته بيجمنتد، عارف عامل زي التيجرويد فاندس، بس التيجرويد لوكالايزد لاريا في الريتنا، مفيش حاجه اسمها كده، بس مش احنا مش عليه تيجرويد، احنا هنقول ستيبلينج اوف ذا سمول وايتش ليجن اند بيجمنتد ليجن، ونوصف الستايل بتاعه يعني. انا بتكلم في البوستيريور والابر ولور وسلايتلي نيزل تو ذا ديسك. لما بصت في العين الثانيه، مع ان العين الثانيه الفيجن فيها 20-60، لقى نفس الليجن بس لوكالايزد في حته صغيره ومش اكستنسيف، مش مشي تمبرال، فبالتالي الماكلا نوت افكتد، فالعينه يعني مفيش دروب اوف فيجن، ده اللي فسر الدروب اوف فيجن. تعالوا بقى نشوف برضو عمل اللي هو الفاندس اوتو فلوريسنس اللي هم بيحبوا يعملوه في كل حاجه. يعني الريتنا بيجمنت ايبيثيليوم اند ديبر تو ات اندر فيري ستريسد هايبر اوتو فلوريسنس اند هايبر اوتو فلوريسنس اول اوفر الارياز اللي دي. وبعد كده هو بدا يكمل، هو طبعا لفت نظرهم هنا البلاد فيزس، البلاد فيزس ان هي تورشوس واتينويتد وفي ابنورمال اي في كروسنج، ده خلاهم يبتدوا يقولوا ان انا عندي اثيروسكلوزس او هايبرتنسيف بروسس او في فاسكولوباسي في العينه. خلي بالك بقى من جمله ان هم لينكد البلاد فيزس، لازم تبص على البلاد فيزس، اصل انا عندي انفلاميشنز او كده البلاد فيزس ما تبقاش فيري اتينويتد لايك ذات، يعني لو دي كروديتس حقيقيه ما تبقاش فيري اتنويتد ودايليتد وتورشوس وابنورمال اي في كروس، شايفين الارتريز عامله ازاي كانها بتعاني من حاجه، هتعرفوا حالا بتعاني من ايه. هنا ده الفلوريسين بيوريك يعني، خلينا ناخد الصوره الايرلي اللي هم نشرينها. الصوره الايرلي بقى بصوا ده 28 سكند، ركز كده الارتريز بس هي اللي مالت والفينوس ما ماليش. طيب في الارتيريال فيز المفروض اشوف نورمال ايه؟ اشوف حاجه اسمها كرويدال فلاش، اشوف الباك جراوند بتاع الكرويد. ايه يا جماعه فين الكرويدال فلاش دوت؟ الكرويدال فلاش مش موجوده الا في حتت بسيطه جدا وبقيه الريتنا ضايعه. اوبا يبقى كده انا عندي مشكله في الكرويد، كرويدوباثي او كرويد فاسكولوباثي، في مشكله في الكرويد ما بيملاش. طب تعالوا كده نمشي بقى السيريس بتاعه الفلوسين. الكي هنا في الفلوسين فعلا ابتدى الفلوسين يملى، بس ملى ليت قوي، ملى مع الفينس. ليه الفلوسين ليه الكرويد في بيملى باتش كده وفي حته برضو ستيل ما ملتش، ما خدتش البرفيوجن بتاع الكرويد كويس، في ابنورماليتي في الكرويدال برفيوجن. هنا بقى الليت ابتدينا فعلا يحصل شويه ليكج كده من مايكرو انيوريزم ومايكرو انيوريزم ليكج، الدايلاتيشن التورشوستي بتاعت البلاد فيزس باينه قوي قوي قوي، الماكلا بدا يحصل فيها ليت ليكج، يعني معنى كده ان في ماكلا اديما والديسك بقى اديمتس. فاحنا كده بنتكلم بقى مش في انفلاماتوري بروسيس، هنا نفس الكلام بس لوكالايز بس لي اراوند ذا ديسك بري بابيلاري. لما طبعا هو لازم هيعمل او سي تي يعني مش هيشخصها كده، الاو سي تي الاو سي تي شاف بقى ايه ده اسمه دي سيستويد ماكلر اديما ماشي، لكن ايه اللي تحت دوت؟ الاوتر ريتنا فصلت عن الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم
حلو قوي. الاوتر ريتن فصلت عن الريتن بيجمنت سيل في الفوفيا بس ولا في كذا حته؟ لا في كذا حته، مالتيبل سنسوري اتاتشمنت. انا وانا بشوف الحاله دي انا فكرت ان ده المالتيبل سيرس مايكرو اتاتشمنت او ريتن اتاتشمنت ده بيفكرني بالفوق دي كوانيجي هارادا سندروم. بس الفوق دي كوانيجي هارادا سندروم كان المفروض ايه بقى؟ ده المسد مني انا شخصيا، وبقول لكم عشان تشوفوا الناس بتفكر ازاي. اولا مش المفروض وانا بعمل فلوروسين يبقى فيه كرويدال كرويدال ابسنس اوف كرويدال فلاش والريتنال اللي هو هي اللي تملا واشوف الريتنال فاسكوليتشرز، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه لو بصيت الاوس تي احنا مش بنبص بيه على الريتنا بس، لازم تبصي بيه على البوستيرو بيتريس خلاص والفيتريتنال فيس والكرويدال فيس. ده اي دي اي، ده الصوره دي. فين الكرويد هنا؟ فين البيسلز بتاعت الكرويد اللي هي السمول اللي هي كل كابيلاريز والميديوم سايز اللي بتبان هنا تحت الريتنا؟ في حته واحده هي صغيره لكن بقيه الريتنا مش موجوده. فين كل الحاجات دي؟ مش موجوده. ايه ده؟ يبقى فين يبقى ده absence of the choroid. يبقى ايه؟ يبقى انا الكرويد دلوقتي في هايبو برفيوجن او امبيرد برفيوجن. نتيجه ايه بقى؟ استنوا كده، هي حاله فيري انترستنج فعلا حقيقي. شايفين هنا الصوره بطريقه ثانيه، مالتيبل سنسوري ريتينال ديتاتشمنت وسيستويد ماكولار ايديما ومفيش كرويد تقريبا تحت. كرويد راح فين يا جماعه؟ دي العين الثانيه اللي الريتنا الماكلا نوت افكتد، الكرويد موجود اهو، البلاز الريفلكتنس بتاعه، لكن لما راح ناحيه الديسك بدا يشوف السنسوري اتاتشمنت ده. تفتكروا ايه بقى؟ خدوا هيستوري من العيان، ايه اللي يضيع الكرويد او مالتيبل سنسوري اتاتشمنت؟ اللي كان بيجاوب فكر قال له انا عندي مشكله في الكرويد فاسكلوباسي ومع مالتيبل زائد مالتيبل سنسوري اتاتشمنت. انتوا عارفين هو لو مالتيبل سنسوري اتاتشمنت بايلاتر ما عنديش مشكله في الكرويد بلاد فيزلز، اوكي انا اول واحده او دايليتد على الاقل زي في الكرويدات اول واحده كنت اقول بوك دي كوانيجي هارادا سندروم، لكن هو للاسف عندي مشكله فما كانتش ما طلعتش بوك دي كوانيجي هارادا سندروم. ما طلعت ايه يا دكتوره؟ شايفين بقى هقول لكم طلعت ايه. فاكرين لما درسنا الهايبرتنسف احنا عندنا على طول كاريبيان بنهتم في الهايبرتنشن ومالجنت هايبرتنشن وبري اكلامسيا واكلامسيا بالريتينوباثي اللي بتعمله بالبليديما والريتينوباثي اللي بتعمله ومش عارفه ايه وكده، لكن بنقرا الكرويدوباثي دي كده كجمله لا تكاد تذكر خلاص. هو ده طلعت في الاخر، هي العيانه كانت بري اكلامسيا خلاص طلعت بريجننت الفيميل، وده مالجنت هايبرتنشن مالجنت هايبرتنشن بتاع البري اكلامسيا اللي عمل كرويدوباسي خلاص دوت وات اس وي كولد هايبرتنسيف كرويدوباسي. والستبل البيجمنت اللي انتوا شفتوه في الاول لو جبتوا كانسكي في الهايبرتنسيف كرويدوباسي هتلاقوه كده كاتب لكم في جمله ما، يعني هي في صفحه انا كانسكي قدامي اهو عشان اقول لكم جيبوا صفحه كام في اللي عنده في صفحة في صفحة 559 شابتر 13 كرويدوباسي دي اسمها إلشينج سبوتس اللي هو كان بيوصفها. دي عبارة الوايتش ليجن اللي جابه في الأول ده دي اسمها إلشينج سبوتس. تعالوا نرجع كده تاني، الوايتش ليجن اللي هو استابلد ويز بيجمنتد ليجن وخصوصا الاجزاء دي اسمها إلشينج سبوتس. اما البلاكش ليجن ده كان السيج ريست ستريكس اللي هي بتبقى فليكد ارينجد ويز بلاد فيزلز خلاص، فدوت كرويدوباسي. والمالتيبل سنسوري ريتن اتاتشمنت ما هو الا اكزوتيف ريتن اتاتشمنت نتيجه الكرويدوباسي الهايبرتنسيف. والحاله فعلا طلعت، فالكنترول طبعا كان مع دكاتره الناس ما بتعملش حاجه. بس هي دي الاتيبيكال برزنتيشن، اتمنى ان انتوا استمتعتوا بيها. اللي عنده اني كلينيكال كيس وعايز حابب نفكر فيها مع بعض ممكن يبعتها ونبقى نعرضهم بعد كده ان كولكتلي ان يعني في تسجيل ان شاء الله.